حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل عالم أفضل يختبر وينعم بسلام الله الذي يفوق كل عقل ويملأ كل نفس بعيدا عن المخاوف والقلق والاضطرابات والمشاكل والأحزان والأتعاب بعيدا عن الأمراض الجسدية والروحية وأيضا النفسية بما فيها الاكتئاب، ما هو الشعور بالاكتئاب ومتى يصبح مرضا؟ وهل بالفعل يصاب أطفالنا بالاكتئاب؟ ما هي نسب انتشاره بين الأطفال والمراهقين؟ كيف يحدث؟ ما هي أسبابه بل ما هي العوامل التي تزيد من احتمال إصابة أطفالنا بالاكتئاب؟ ما هي أنواع الاكتئاب؟ ما هي الظروف التي تجعل من أطفالنا أطفال مكتئبين؟ وأيضا ما هي الأعراض والمظاهر التي تبدو على أطفالنا عند الإصابة بالاكتئاب؟ وأيضا هل هناك أمراض نفسية أخرى واضطرابات نفسية تصاحب الاكتئاب؟ ما هي طرق التشخيص؟ بل ما هي العلاجات الآمنة؟ والفعاله والتي يجب ان تقدم للاطفال ما هي مراحل العلاج وايضا ماذا عن عدم تجاوب الادويه في بعض الحالات وهل هناك علاجات بديله او طبيعيه والاهم ما هو دور روح الانسان وكلمه الله في هذا الشان هذا احبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناه الكرمه الاستاذ الدكتور ماهر قزمان استشاري الامراض النفسيه وامراض الادمان للاطفال والمراهقين والبالغين اهلا وسهلا بك دكتور اهلا بك يا اخت مرفت يسعدني ان اكون معاكم ومع الاخوه المشاهدين وان شاء الله ربي يستخدم الفرصه دي لبركه الكثيرين امين يا دكتور منتظرين يعني ردود على اسئله كثيره انا عارفه بتدور في اذهاننا واذهان كثيرين من الناس المهتمين بهذا الامر علشان كده بنصلي احنا وفريق العمل بالبرنامج وبالقارمه ان الرب يستخدم كل وزناتك الروحيه وايضا الطبيه النفسيه في اسم الرب يسوع امين امين احبائي سعداء نتواصل معكم من خلال الشاشه ولكن ايضا عبر الهاتف حتى نسمع كل ما لديكم من تساؤلات تهم هذا الموضوع هل يصيب الاكتئاب اطفالنا ولكن قبل الدخول لجوهر موضوعنا تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمه Aqui. حزين انت رجاء المظلومين انت الامل لليائس اللي حاسس انه وحيد انت شفاء المتعبين انت تقوم المنحنين انت ده همس القلوب سمعوا يا حنون قبل ما بناديك نلقى في شخصك كل عون ده همس القلوب سمعوا يا حنون قبل ما بناديك نلقى في شخصك كل عون الحزين إنت رجاء المظلومين إنت الأمل اليائس اللي حاسس تصور البعض أن الاكتئاب يضرب نفوس الأطفال كالكبار تماماً تعالوا في البداية نعرف ما هو الشعور بالاكتئاب وهل كل شعور بالاكتئاب يعد مرضاً؟ تفضل يا دكتور آه طبعاً شعور الاكتئاب آه كلنا بنتعرض لسواء كبار أو صغار وشعور الاكتئاب دي حاجه يعني او نعرفه بان هو الشعور بالانخفاض المزاج او الحزن ويبقى بال بالاحساس بالاحباط في اوقات كثيره واحساس بالياس او فقدان الامل في بعض الاحيان ويبقى نتيجه فقدان شخص عزيز او شيء ثمين لدى الشخص او مركز كان لديه ويسبب له نوع من ال... من الحزن او ممكن يكون نتيجه التعرض لظروف وتحديات الحياه المختلفه و... فكل دواء ممكن يكون يسبب احساس بالحزن او احساس بالاحباط او الياس وفقدان الرغبه في مو... مواصله ال... ما تعود عليه الشخص ان هو يقوم به لكن لكن طبعا مش كل شعور بالحزن واليأس بنوصفه ان هو حالة اكتئاب أشكرك عشان التعبير ده في بداية الحلقة حاجة جميلة أو رسالة اطمئنان بتروح لكل شخص كلنا ممكن نمر بحالة فيها مشاعر اكتئاب زي ما حضرتك عددت ان في أسباب كتيرة ممكن نكتسبها ونتيجتها نشعر بالحالة ديت مش كل حالة تعد مرضا ويجي السؤال أمتى الاكتئاب يصير مرض؟ بالضبط يا أخت مربت في رسول بولس كان بيقول في في رسالة من رسائله متضايقين في كل شيء لكن غير مكتئبين. وأمتى أمتى الضيق يصل إلى حالة الاكتئاب هو لما تكون مشاعر الحزن والشعور باليأس وفقدان الرغبة في مواصلة الأشياء اللي الشخص تعود إنه يقوم بها أنها لما تكون تصل إلى درجة من الشدة إلى أن الشخص يتوقف عن ممارسة الحاجات اللي هو اتعود عليها لمدة أسبوعين أو أكثر مع الإحساس بالياس لدرجة أنه هو يفكر في أنه هو لا يرغب في الحياة أو الاستمرار في الحياة وينعزل عن الناس ويبقى في تأثيره واضح جدا على قدرته على القيام بكل وظائفه وأنشطته الطبيعية. في الحالة دي بيعتبر الشخص وصل إلى حالة اكتئاب. كويس. المرض دي. Yeah. ده واضح جداً إنه فرق ما بين المشاعر العابرة اللي نتيجة المواقف والمعاناة الحقيقية اللي بتأكد إن ده مرض يحتاج لعلاج أو طلب المساعدة. مزبوط. في البداية طلب المساعدة. مظبوط ويجي الموضوع المهم. هل يصيب الاكتئاب اطفالنا يا دكتور؟ يعني بعض الناس مش قادره تقتنع اطفال ده ايه اللي شايله من هم عشان يصاب بالاكتئاب؟ بس دي حقيقه محتاجين النهارده نقف عندها ونسمع من حضرتك هل يصاب اطفالنا بالاكتئاب؟ اتفضل الحقيقه كل اللي مرينا فيه في الـ في السنتين الماضيتين <applause> من كل من كل الظروف الصعبه نتيجه البانديميك باين كثير قوي تاثير الظروف اللي بنمر بيها على اطفالنا سواء اطفالنا في سن الحضانه او الابتدائي او الثانوي او حتى في في الكليات لانه حتى من قبل وباء كورونا ظروف الحياه وكل ما تقابله أسرنا من تحديات ومن صعوبات و كمان ما يحدث في العلاقات ما بين الأزواج ليه تأثير كبير جدا على أطفالنا وإلى جانب إن هناك زي ما هن نطرح مع بعض أسباب الاكتئاب المختلفة إنه إنه في عوامل أخرى مولود بها الطفل ممكن تكون تخليه عرضة أكثر لأنه هو يصاب بالاكتئاب فبالطبع أن أطفالنا سواء في كل مراحل العمر المختلفة مراحل نموهم المختلفة ممكن يكونوا عرضة للاكتئاب الشيء اللي بتبينه الأبحاث أنه طبعا لمسح أجري في أمريكا في سنة 2007 شمل حوالي 78 ألف من الوالدين الاباء والامهات وجد ان معدل حدوث الاكتئاب في نقطه زمنيه في مجموعات العمر المختلفه كان في عمر 3 ل 5 سنوات حوالي نص في الميه من 6 ل 11 سنه واحد ونص في المية تقريبا من 12 ل 17 سنه 3.5 في لكن وجدوا كمان ده لما تبص في نقطه واحده في الزمن قد ايه نسبه الاطفال عندهم اكتئاب لكن لو لما بصوا في مسح تاني ما بين المراهقين في الفتره ما بين 2010 و2011 وجدوا ان معدل حدوث الاكتئاب على مدى سنه واحده يعني يعني على مدار سنه واحده كان حوالي 8 في, المية في وسط المراهقين اللي هو ما بين 12 ل 17 وعلى مدى الحياه كان حوالي 11 في المية. ونسبة حدوثه ما بين الجنسين في أقل من سن 12 سنة بتبقى أكتر في الأولاد عن البنات بـ 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 بما يعدل 60% أكتر بينما بيزداد معدل حدوثه في البنات في مرحلة المراهقة ليصل أنه بنسبة 2 لواحد البنات الأولاد اللي عندهم اكتئاب وطبعا لما بصوا على دراسات اللي هي أجريت في الأولاد المرحله اللي حدث فيها وباء كورونا في دراسه شملت حوالي تقريبا 81 ألف طفل ومراهق وجدوا ان معدلات الوباء دي ارتفعت الى درجه انها وصلت الى 25% بحسب بحث نشر في مجله جامعه بيدياتريكس في اغسطس 2021 يعني عايزه اقول معدلات تحتاج عايزه اقول يعني الانتباه الكويس وانه ادي للموضوع اهميه وان الموضوع لا يهمل لما بشوف ابني عنده بعض التغيرات او تصرفات تغيرات مزاجيه يمكن بتعدي يمكن لانه عنده اي ظروف يمكن لانه عيان لانه تعبان لكن في حاجات ما تعديش يجب ان احنا ننتبه ليها ويمكن يجي السؤال اللي بعتبره مهم او هيوسع الدائره قدام المشاهد يعرف من خلالها يحط ايده على الداء الولد ده عنده اكتئاب ولا مجرد تغير مزاجي بسيط وهيروح يا ترى ايه هي العوامل الخاطره اللي بتزيد من احتماليه اصابه الطفل بالاكتئاب ده سؤال مهم جدا لانه مهم ان احنا ايه الحاجات اللي ممكن تزود قابليه الطفل ان هو يصاب بالاكتئاب حاجه من الحاجات اللي وضحتها الابحاث هو نقص وزن الطفل عند الولاده كسبب من الاسباب انها واضح ان هو يعني بيزيد امكانيه حدوث الاكتئاب وجود تاريخ عائلي للاكتئاب والقلق في اقرباء من الدرجه الاولى للطفل فطبعا العلاقه العلاقه اللي هي الوراثيه اللي موجوده في العائلات لو في اضطراب واختلال او تفكك في العلاقات الاسريه ده طبعا بيزيد قابليه الطفل ان يصاب بالاكتئاب. التعرض المبكر لشدائد او ظروف صعبه سواء في صوره ابيوس ايذاء او نجلكت اهمال او في صوره لص او فقدان شيء هام او شيء يعني شخص عزيز لدى الطفل ده بيخليه عرضه اكثر للاكتئاب. كمان التعرض لضغوط نفسيه في المدرسة مثلا لو في مشاكل مع الأقران أو الطفل بيتعرض لتنمر من أقرانه وأطفال آخرين في المدرسة أو لو كان في صعوبات في التحصيل الدراسي دي كمان بتخلي الطفل عرضة أكثر إن هو يصاب بالاكتئاب لو الطفل عنده ميل إن هو يفكر بطريقة سلبية في استقباله وتفهمه للاحداث دايما بياخدها بنظره سلبيه ومعندوش قدره كافيه على التكيف مع الضغوط اللي حواليه ده بيخليه عرضه اكثر للاكتئاب. كمان لو في وجود تاريخ لاضطراب قلقي او اضطراب فرط حركه وقصور انتباه او عند الطفل اضطراب عناد تمردي او بيستخدم مكيفات ده كمان بيخليه عرضه ان هو يصاب بالاكتئاب. آه، كمان لو حصل انه اصاب بمثلا خبطه في الدماغ سببت اصابه في المخ آه ده آه او لو كان عنده مرض جسدي مزمن آه زي مثلا السكر او امراض الجهاز الهضمي او امراض الدم او غيرها كل ده ممكن تخليه عرضه اكتر للاكتئاب ايضا دكتور اسباب كتير قوي ورائع ان خدت المسمى ده العوامل الخطره اللي بتزيد من احتماليه حدوثها <applause> وعايزه يعني تسمح لي ندي وقت لنقطه نقطه فيهم وكيفيه التعامل مع كل نقطه تفاديا لهذا الاحتمال اللي بنقول احتمال الاصابه معناها انه في امور او دور لازم نعمله تفاديا لحدوث في امور محتمه ما فيش فيها كلام ولو انا قلت مثلا وجود تاريخ عائلي او العامل الجيني او العامل الوراثي هل يا دكتور بتشوف انه حتما انه هذا الولد هيصاب بالاكتئاب ولا في فرصه لشويه يمكن تغيير في السلوكيات او الجو زي ما حضرتك قلت العلاقات الاسريه يمكن تنشي سيء يعني عايزه اقول خطوه ناحيه امل ان هذا الطفل ما يصابش بالاكتئاب بس واضح ان في عوامل ما فيش للطفل او للوالدين قدره على التحكم فيها زي العوامل الوراثيه مثلا ايوه لكن العوامل الخارجيه زي اللي هي التعرض لايذاء التعرض لاهمال التعرض لتنمر في مدرسه صعوبة في التحصيل الدراسي وامكانيه مساعده الطفل ازاي ياخد مساعده اذا كان محتاج مساعده او يعني دروس تساعده أنه هو يحصل بصورة أفضل أو إذا كان هناك مرض جسدي محتاج معالجة كل الحاجات دي الأمور اللي هي ممكن أنها يؤثر عليها وأنها تعالج طبعا دي هتقلل إمكانية حدوث الاكتئاب مش معنى ان هناك في عوامل وراثيه او جيني او او عوامل جين نتيجه الجينات في ان ان اوتوماتيكلي او تلقائيا الطفل هيبقى عنده اكتئاب العوامل الوراثيه بتلعب يمكن ما ما يقابل 40% من, من 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 نسبه المؤثرات لحدوث الاكتئاب لكن العوامل الاخرى اللي احنا طرحناها هي بتشكل 60% من اللي هي العوامل البيئيه او العوامل الخارج الاجتماعيه المحيطه بالطفل. طبعا الـ لو شخص اصيب باصابه في المخ دي طبعا حاجه خارجيه ليها تاثيرها لكن بتاثر على المخ بطريقه طبعا هيحتاج علاج وعون ومساعده خاصه حتى ان هو يقدر يقدر يتاقلم مع الاصابه وتاثير الاصابه عليه. اذا كان مرض مثلا نتيجه القصور في الغده الدرقيه في بعض الاحيان او اذا كان في نقص في في كرات الدم الحمراء في الدم وفي انيميا ان معالجه الامور دي طبعا ممكن يكون في عوامل جينيه مؤثره هنا هو لكن ممكن مع العلاج انه ممكن يكون تتعدل بحيث ان هو يكون اقل قابليه لان هو يصاب بالاكتئاب. رائع جدا عايزه اقول انه الباب مفتوح ورجعنا في 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 المسيح طبعا كبير لكن عايزه اقول حتى لو في عامل وراثي وحتى لو احنا شايفين انه الولد ده هيجيب هيجي اكتئاب نتيجه ان العيله عندها اكتئاب لا احنا في عوامل مساعده تقدر تقلل من احتمال اصابته لكن كمان تقلل من صعوبه الاصابه هل حضرتك بتشوف في اسباب تاني من يعني عايزه اقول مباشره هي فعلا من وراها بيصاب الطفل بالاكتئاب احنا قلنا العوامل اللي هي بتزيد قابليه التعرض للاكتئاب لكن الاسباب اللي هي حددت في اسباب زي عوامل وراثيه اللي هو لو لو الطفل عنده والد او والده مصابين بالاكتئاب وجدوا ان هو الاطفال اللي عندهم اب او ام مصابين بالاكتئاب عندهم قابلين اكثر اكتئاب اربع مرات yeah. انه يحصل عندهم اكتئاب عن الاطفال لا اب ولا ام عندهم اكتئاب yeah. في عوامل عضويه نتيجه نقص في نسبه الموصل العصبي اللي هو اسمه السيروتونين في المخ ووجدوا انه في 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 بعض الاطفال والكبار آه ان هو آه ممكن يكون في آه اللي هم عندهم اكتئاب عندهم صغر في حجم بعض جزء من اجزاء المخ اللي هو بالذات الفرونتال لوب او الفص الامامي م. مع زياده حجم اجزاء اخرى اللي هو البطين الجانبي بالنسبه لحجم المخ الكلي البطين الجانبي اللي هو اللاترال فينتريكلز <applause> آه ده مش مش في كل حالات الاكتئاب لكن في بعض حالات اكتئاب وجدوا ان هذه التغيرات في الـ التركيب التشريحي للمخ موجوده. لكن نسبه النقص نقص نسبه السيروتونين في المخ دي حاجه شائعه في اغلب الحالات. في كمان عوامل نفسيه اللي هي زي مثلا لو الطفل يميل الاحساس بصغر النفس نتيجه الطريقه اللي هو اتربى بيها او الطريقه اللي والديه بيتعاملوا بيها معاه او اللي تعرض تعرض او تعرض ل لاهانات متكرره او صدمات متكرره لو عنده ضعف في المهارات الاجتماعيه يعني مثلا الطفل اللي هو مثلا مولود وعنده مثلا اعراض من طفل التوحد مثلا او عنده اي تاخر في قدراته على الكلام او او التحصيل ده, ده 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 هياثر على نظرته لنفسه وبالتالي هيخليه عرضة اكثر اكتئاب في عوامل اجتماعيه زي ما قلنا طرحناها اللي هي اللي بيتعرض ليها الطفل اذا كان بالذات في ابحاث عملت اتعملت بنظره الى ايرلي adverse events اللي هو الاحداث ال المبكره اللي بتحصل في حياه الطفل اللي هي ليها تاثير سلبي شديد وبصوا على انه كان ايه نتيجه تاثيرها فيما بعد طبعا دي الاحداث دي اللي هي بتشمل التعرض للايذاء، التعرض للاهمال، التفكك الاسري، الانفصال او او الطلاق بين الوالدين، كل كل الحاجات دي بتؤثر بصوره كبيره على الطفل وتخليه أن هو يصاب بالاكتئاب ده دكتور عندنا عوامل عضويه عوامل نفسيه وعوامل اجتماعيه حضرتك قلت ان في وقت انه يعني لا الاهل ولا الطفل ليهم يد في اللي بيحصل لكن احيانا مش بلقي العبء عليهم لكن هم المسؤولين نمره واحد عن الطفل لو قلنا العلاقات العلاقات الاسريه السويه بتنتج اولاد سويين في كل جوانب حياتهم، حتى لو كان في طفل اصلا مصاب بالاكتئاب او عنده مشاكل زي حضرتك قلتها انه عدم التركيز عدم فرط الحركه التوحد كل الامراض دي اللي هي بتزيد من يعني تاكيد ان الطفل ده هيصاب بالاكتئاب. عايزه اقول اكلم النهارده انصح الاب والام بايه؟ انتوا عندكم الوزنه دي والوزنه دي غاليه على قلب الرب ازاي يعني ليا دور في اني اصلح من اللي بيحصل او اساعد ابني انه ما يكتسي مرحله اصعب من الاكتئاب هنتعرض أكثر لهذا الامر في معالجه الاكتئاب ودور الوالدين في مساعده اطفالهم لكن طبعا ك للوقايه من حدوث الاكتئاب انه الوالدين بيحتاجوا ان ينظروا لطفلهم او طفلتهم كوزنه وكعطيه الله اتمنهم عليها وانه ازاي احنا نهتم بالوزنه دي او بالعطيه دي وازاي هنكبرها وازاي هنستثمر فيها بالحب بالاهتمام بالتقدير وبتهيئة كل الوسائل الممكنة لأطفالنا أن هم يكتسبوا المهارات اللي محتاجينها إن هنكون قدوة قدامهم إزاي في التعامل قدوة في التأقلم والرد الفعل للصعوبات اللي بتحصل حوالينا لما بيواجهوا مشاكل بيواجهوا تحديات إيه رد فعلي ليهم لما بيغلطوا أو يرتكبوا مثلا تصرفات غير لائقة أنا بتصرف معهم إزاي وطبعا ده بيرجع إلى تربيتي أنا أنا تربيت إزاي ده أو كتير بيأثر على إزاي أنا بربي أولادي <applause> آه كمان إذا كان لي أنا علاقة مع الله ولا لأ وإذا كان فعلا الله هو السيد على حياتي ولا لأ وإزاي أنا ببص الله الآب وصورة الله الآب ليا وإزاي انا بامثل صوره الاب في حياه اولادي سواء اب او ام يا ترى هل انا بتعامل مع اولادي وبناتي بصوره صارمه بصوره بتوقع ان هم يمشوا على على زي ما يقولوا المستقيم او يعني على على الحبل ما 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 يمين ولا شمال ومن غير السماح لهم ان هم ياخذوا قراراتهم حتى لو كان قراراتهم مش في المية ومش صح يا ترى هل انا عايز اعلمهم زي يكونوا مسؤولين عن اختياراتهم ولا لا وهل انا بتعامل معاهم بس لو يعني بالعقاب لو غلطوا لكن لكن بس علشان غلطوا لكن مش عشان الهدف من من ان انا اربيهم هو ان انا ان هم يكونوا ناجحين وان هم يكونوا مسؤولين ويكونوا قادرين على اتخاذ قرارات سويه وصالحه تساعدهم على اجتياز الحياه بصوره ناجحه. اشكرك يا دكتور بس كنت عايزه اكد كده انه صحيح في عوامل عضويه وعوامل نفسيه لكن في عوامل اجتماعيه ليا دور فيها وما حبيتش اعدي العوامل قبل ما اكد وانبر على الجزئيه دي. لو لينا يد في في المساعده يا ريت ناخد المبادره وما نشتكيش انه الطفل اتدهور نفسيا او صحيا وخلينا نيجي على حاجه مهمه قوي ومحتاجه برده المحيطين بالطفل ينتبهوا ليها ما هي الاعراض والمظاهر اللي بتصاحب مرض الاكتئاب واللي بتبدو على الطفل ده سؤال مهم جدا لانه الاكتئاب في الاطفال مش بيظهر بنفس الصورة اللي بنشوفها في الكبار. بيبقى في اختلافات بحسب مراحل العمر المختلفة ازاي الاكتئاب بيظهر وحوالي 10 ل 15% من الاطفال بيعانوا من اعراض اكتئاب لا تصل في شدتها إلى درجة ان هو يشخصوا بمرض الاكتئاب لكن الأعراض دي بتأثر عليهم بصورة في قدرتهم على التواصل الاجتماعي وبتخليهم عرضة أكثر فيما بعد لإن هم يصابوا بالاكتئاب وكمان يفكروا في الإنتحار علشان الطفل يشخص بالاكتئاب لازم يكون هناك تغيير مستمر في المزاج و ارتفاع المزاج بتاعه بينخفض يعني المستوى المزاج بتاعه بيبقى فيه انخفاض فيه لمدة لا تقل عن أسبوعين بمعنى إيه يا دكتور؟ إزاي المزاج ينخفض أو الأم تشوف إيه؟ يعني هنلاقي إن هو بينعزل اجتماعيا إن الأمور اللي كان بيهتم بيها بيقل اهتمامه بيها كان بيحب يلعب مع أصحابه مش عايز يخرج يلعب معاهم كان بيحب يلعب بلعب معينة فقد الرغبة في أنه يلعب باللعبة دي أو الفيديو جيم ده كان بيحب يهتم أنه هو يعمل واجباته الدراسية لكن خلاص فقد أو يعني ما عندوش رغبة أو مش, مش ما عندوش أي طاقة أو انرجي أنه هو يمارس الحاجات دي ممكن يكون كمان ابتدى يبقى في تغيير في نومه يا اما يقل نومه يا اما يزيد نومه, يقل نومه, يقل نومه, يقل نومه تغيير في الشهيه بتاعته ممكن الشهيه تقل كتير ويبتدي ينقص وزنه او الشهيه تزيد كوسيله لانه يعني متضايق وعايز وبيلجا للاكل كوسيله تدي له الراحه او مصدر للراحه ليه وبالتالي ممكن يزيد وزنه بيبقى عنده نقص في النشاط بتاعه يعني مستوى النشاط بتاعه ومستوى الحركه بتاعته في قله على التركيز لانه دايما بيفكر بطريقه سلبيه ممكن يكون عنده شعور بالذنب زائد لا يتناسب مع اي شيء بيحصل فيه مع الاحساس بانه هو مش كف ومش ما نفس القيمه اللي موجوده لاخواته او للاطفال اللي حواليه دكتور تي يعني عايزه اقول اعراض يمكن اقول هتبان على طفل ويشوفها المحيطين المشكلة الكبرى أنه الطفل ما لا يعرف ماهية ما يشعر به أو أنه يعبر عنه أو يقول هو حاسس بإيه فدي يمكن مشكلة وسؤالي هل الأم تلاحظ ده أو الأب أو المربية أو الجدة أو اللي بيهتموا بالطفل ملاحظة الحاجات دي لأن الطفل في مرحلة مش هيعرف يعبر فعلى الأهل يعرفه. لكن خليني أسأل حضرتك سؤال تاني. لغايه عمر قد ايه؟ يعني الكلام ده كمان للمراهقين مزبوط. للولاد لغايه سن مثلا ثانوي او اكبر شويه يعني ممكن يعاني نفس المعاناه والكلام ده ينطبق عليه مظبوط في الاطفال ال ال السن اللي هو سن الاليمنتري سكول حضانه واليمنتري سكول ممكن يكون مش هيبان قوي الانعزال الاجتماعي لكن هيبان أكتر الميل التوتر والعصبية والنرفزة بسهولة عند الطفل. تلاقيه بيكسر لعبه، بتلاقيه بيخش في نوبات عصبية، وتلاقيه بيعيط كتير. تلاقيه بيشكي من أعراض جسدية زي ألم في المعدة أو صداع أو وأحياناً بعض الأطفال بيبقى الاكتئاب مصاحب بأعراض قلق زي زي نوبات هلع مثلا او او خوف, خوف. آآ آآ طبعا ممكن نشوف الانعزال الاجتماعي اكتر موجود في الاطفال الاكبر شويه اللي هو في فتره الـ الـ من 6 ل 12 او في فتره المراهقه ممكن يعبروا عن اكتئابهم بالصوره دي اوقات كتير الاكتئاب في بالذات في في المراهقين بيظهر في صوره يعني الـ العصبية أنه مش مستحمل حد يقول له حاجة ودايما متنرفز ودايما متوتر و منلاحظ كمان أنه في الأطفال اختلافهم في أعراض الاكتئاب عن الكبار أنه في الكبار بنشوف ما نسميه بالميلانكوليك ديبريشن اللي هو كآبة شديدة ما بيقومش من السرير ما قفل الشبابيك ما فيش نور ما فيش شمس تخش في نظرة سوداوية للحياة ده دا ما دايما مشوفوش قوي في الأطفال أو في المراهقين ممكن في بعض المراهقين اللي هو فوق ال 14 15 سنه ممكن نشوف فيهم هذا هذا الامر لكن في 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 الغالبيه ما بنشوفش هذه الاعراض بالصوره دي آه الكبار كمان الديبرشن ممكن يكون مصاحب بهلوسه ما بنشوفش الهلوسه قوي لانه يعني يسمع اصوات لكن في في المراهقين ممكن يشوف انه الاطفال ممكن يسمع اصوات آه والصوت اللي بيسمعه بي هو صوت دايما بيقول له انت ما تستاهلش تعيش انت آه انت انت يعني ولا حاجه او انت يوسلس او انت مالكش اي قيمه دايما الاصوات تبقى بتتمشى مع الشعور بالكابه. آه، كمان آه، الاطفال الصغيرين ما بنشوف فيهم الميل للتفكير في الانتحار زي م. المراهقين وزي الكبار. ف آه، آه، زي ما هنشوف انه آه، نسبه مش مش قليله من الاطفال والمراهقين اللي آه، اللي, بي اللي او بيخشوا في مرحله اكتئاب بيبقى عندهم افكار في الانتحار حوالي 60% من الاطفال المصابين بالاكتئاب ممكن يفكروا في الانتحار لكن 30% منهم بيقدم على محاوله الانتحار فنسبه عاليه اه عاليه ومخيفه خلينا نقول يعني نسبه التفكير مجرد احتمال التفكير في الانتحار أيه. فدي مش حاجه هينه يعني محتاجه حضرتك برضو تتكلم فيها باستفاضه الطفل بيعبر هل بيقول هل بيشارك هل مجرد مشاعر هل ده بيبقى جواه بس هل بيعلن ولو اعلن ايه الموقف يعني هنخرج لفاصل ومحتاجه ان حضرتك تكون بتكلمنا باستفاضه في الموضوع ده احبائي فاصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بداناه وهل يصيب الاكتئاب اطفالنا تلاكني <applause> و مرة تانية بنرحب بحضراتكم لاستكمال هذا اللقاء الخاص بالاكتئاب، اتكلمنا ما هو الشعور بالاكتئاب ومتى يصير مرضًا، لكن اتكلمنا عن أسباب الاكتئاب وكيف يحدث، اتكلمنا عن العوامل اللي بتزيد من حتمية أو احتمال إصابة الطفل بالاكتئاب، اتكلمنا عن بعض الأعراض والمظاهر اللي بتصاحب الاكتئاب وقلنا حاجة خطيرة منها في الجزء الاول وهي شعور بالميل للانتحار او التفكير في الانتحار وعايز اسمع من دكتور ماهر باستفاضه عن الامر ده حتى زي ما قلنا المحيطين بالطفل او المراهق يكونوا واخدين بالهم او منتبهين لما يحدث مره تانية بالراحه بحضرتك دكتور شكرا جدا لكل اللي سردته قدامنا من يعني حاجات تحتاج وقفه فعلا عند كل جزئيه حتى نقدر نوصل بولادنا لبر الامان وحضرتك قلت في بعض المظاهر موضوع الانتحار كلمنا باستفاضه او نبه اولياء الامور او المحاطين بالطفل او المراهق عن هذا الامر اتفضل يعني التفكير في الانتحار او محاوله الانتحار هو عرض من الاعراض اللي بنشوفها للي بيعانوا من 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 مرض الاكتئاب او او الاضطراب الاكتئابي. آه طبعا الاكتئاب ليه انواع في الاكتئاب <applause> الاحادي القطب وفي الاكتئاب اللي هو بنشوفه في اضطراب ثنائي القطب وفي كمان الاكتئاب المستمر والمزمن وفي كمان الاكتئاب اللي هو بتعاني منه الفتيات والسيدات قبل واثناء فتره <applause> التمث او الدوره <applause> الشهريه. كل كل دي انواع مختلفه للاكتئاب لكن طبعا التفكير في الانتحار نتيجه الاحساس بالياس، الاحساس بفقدان الرغبه في الحياه او مواصله الحياه بكل انشطتها وبكل اعبائها اذا اذا وصل الطفل الى هذه الدرجه اوقات كثير بنشوف الاطفال او المراهقين بيجرحوا في نفسهم بنسموهم سيلف انجيريوس behavior ان هم بيقطعوا في نفسهم بيستخدموا اشياء حاده او ريزرز او كده هو بسبب الاحساس بالالم النفسي الداخلي واوقات كتير مش كل محاوله لايذاء النفس هي محاوله للانتحار لكن اوقات كتير هي بتكون محاوله ل للوصول الى زي ريليس او لاطلاق للمشاعر اللي موجوده في داخلهم لكن لو شفت طفلك او طفلتك في اوقات كتير سكراتشز على ايديهم ممكن يقولوا لا دي القطه خربشتني او او انا وقعت واتخبطت وتعورت لكن خلي بالك انه انه ممكن يكون هم بيخبوا ايه اكشولي اللي هم بيعملوه

في ترمويل في 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 زي yeah. اضطراب جامد جدا داخلي وبيحاول يتعامل مع مشاعره بهذه الطريقه ال او اللي هي ال الهدامه دي علامه انه طفلك محتاج لمساعده رايت right او مساعده فوريه لو شفت طفلك انه هو بي منعزل ان هو مش مش بيتكلم مش بيعبر عن نفسه آه ما بياكلش ما بينامش كويس اهمل دراسته دي كلها ساينز ان هو آه زي بينعزل عن الحياه تدريجيا او فدي كلها ساينز أنه ممكن يكون ما في داخله هو اصعب واخطر ولازم تساله هل انت ايه اللي حصل؟ اقعد معاه حاول حاول تتكلم معاه طبعا التواصل مع أبنائنا مهم جدًا قبل ما يخشوا في الإكتئاب، حتى yeah. إن هم لما يخشوا في الإكتئاب، هم أوريدي هيبقى لو هم ما معانا، ما معانا، هيبقى صعب إن هم يعبروا عن نفسهم لما بيخشوا في الإكتئاب، إن هم عايزين يقفلوا عن أي حاجة، ومش عايزين أي حد يخش جواهم. آه آه طبعًا آه كل ما لاحظت إنه فيه تغير في تغيير في الأمور دي، وحاجات كتير ممكن يكون سبب من الأسباب. أن الطفل كمان أن دخل في استخدام مواد مدمنة وليها تأثيرها على مزاجه سواء المواد قد تكون مواد بتهدئ مواد مهدئة أو إذا كانت مواد مثيرة للجهاز العصبي لكن بعد ما بينتهي مفعولها بيحصل كراش أو بيحصل هبوط واضح جدا في المزاج وفي حالته ف في كلتا الحالتين المواد المكيفة أو اللي هي الطفل بيلجأ أو المراهق بيلجأ, بيلجأ ليها لتع... ل... ل... للإحساس بال... ل... لتحسين مشاعره أو حتى أنه يشعر بالراحة أو بالهدوء أو أنه هو يسكن الألم النفسي الداخلي ممكن تكون بتؤدي إلى زيادة الاكتئاب عنده دكتور حضرتك أشرت أنه هناك بعض الأمراض اللي بتصاحب الاكتئاب يا ترى إيه هي الأمراض دي؟ واحدة منها طبعا استخدام المواد المدمنة دي ممكن yeah. تكون مصاحبة للاكتئاب ممكن تكون تسبق الاكتئاب او ممكن كمان ان هي تكون وسيله بيلجأ ليها الطفل علشان يتعامل مع مشاعر الاكتئاب اللي عنده ممكن تكون في اضطرابات القلق بانواعها سواء القلق اللي هو الـ 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 الخوف من الوجود في أماكن فيها ناس كثير مثلا أو نوبات الهلع أو الخوف العام أو القلق العام لو شخص عنده كمان فرط الحركة ونقص انتباه ده, ده, ده بيأثر على قدرته على التحصيل الدراسي بيأثر على قدرته على إقامة علاقات مع غيره بيخليه عرضة أكثر كمان للاكتئاب وبنشوف ان هو مصاحب للاكتئاب في كثير من الاطفال. الطفل اللي عنده اللي بنسميه اوبوزيشنال ديفايند ديس اللي هو اضطرابات العناد التمردي او conduct ديس السلوك ضد الاجتماعي برضه بيبقى عنده صعوبه في اقامه علاقات آه أنه يلتزم بالتوقعات آه بتاعة العائلة أو المجتمع آه أنه آه يكون دايما آه زي مخالف ليهم ودايما آه آه يبحث عن المماثلين ليه هو وبالتالي آه دايما يحس أنه هو مرفوض أو يحس أنه هو آه غير مقبول من اللي حواليه فده يخليه عرضة قوي للاكتئاب آه حوالي آه آه 60% من اللي بيعانوا بيعانو من مرض الاكتئاب بيعانوا من مرض نفسي اخر من الامراض اللي انا ذكرتها دي وانه ما يقرب من 50% من اللي يعانون من الاكتئاب قد يكون عندهم اكثر اثنين او اكثر مرض نفسي وبالتالي دكتور المفروض انه يعني التعامل مع الامراض اللي هي بتصاحب الاكتئاب مزبوط. ده بتبقى فرصه لاكثر لانه كمان اقدر يعني انقذ من الاكتئاب هل <applause> هل حضرتك بتشوف الاهتمام بالامراض الثانيه او الاضطرابات النفسيه الاخرى عامل من عوامل المساعده؟ ضروري لانه لو هنقدم علاج للاكتئاب لازم كمان نشوف لو في اي مرض نفسي مصاحب للاكتئاب ويقدم العلاج لهذا المرض لو حد عنده فرط حركه ونقص تركيز او انتباه يبقى لازم يقدم ليه العلاج اللي يساعد على التحكم في في درجه الاكتئاب وتحسين المزاج الى جانب ما يحتاجه لمساعده القدره على التركيز. خلينا يا دكتور نتنقل لمرحله مهمه جدا وانا عارفه ناس كتير منتظراها تشخيص الاكتئاب ازاي؟ ده طفل يمكن مش عايز يعبر مراهق ربما ومن من حكم سنه منطوي على نفسه ومش بيتكلم ازاي بيتم التشخيص؟ هي لو لاحظ اب او ام اي من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنهم لازم ياخذ الطفل ويستشير طبيب الاطفال اولا لو لو لو, لو ده هيبقى اسهل لي للاب او الام او يطلب ان هو يعرض على اخصائي للأمراض النفسية سواء معالج نفسي زي marriage and family therapist أو psychologist <applause> أو child <applause> psychiatrist أو <applause> 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 ومهم قوي أنه يحصل الفحص للطفل أولا الفحص للبحث عن إذا كان وجود هناك أي مرض عضوي أو جسدي بيؤثر على الطفل ويكون بيساعد على او يسبب الاعراض اللي موجوده عند الطفل اذا كان الطفل بيستخدم اي اي مكيفات او مدمنات مهم انه يبقى في فحص فردي مع الطفل وفحص للطفل مع والديه وفحص للعائله ككل حتى انه يفحص كمان اذا كان هناك اي ظروف عائليه او امور عائليه بتؤثر على الطفل يجب كمان ايضا استكشاف اذا كان يعني ايه مدى تحصيله الدراسي ايه مدى اندماجه في علاقات اجتماعيه مع اصدقائه في انشطه مختلفه حتى ده انه يساعد على التشخيص طبعا بيستخدم سكريننج تولز او يعني زي كويشنيرز او يعني زي في اللي هو مقياس مقياس الصح الصحي العام اللي هو بيسموه بي اتش كيو 9 اللي هو بيشنت هيلث بي هو عباره عن تسعة اسئله وفي نسخه منه مخصصه للمراهقين بالنسبه للاطفال اللي اصغر من المراهقين هيبقى الوالدين هما اللي بيجابوا الاسئله بتاعه البي اتش 9 مش الطفل مهم. نفسه لكن ممكن الاسئله دي تسال للطفل مباشره حتى انه يعرف ايه مدى درجه اكتئابه وتاثير الاكتئاب عليه التسع اسئله دي هي عن الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها لل مهم. للاكتئاب واذا كان الطفل او المراهق عنده خمسه من التسع اعراض دي لمده اسبوعين او اكثر يبقى هو بيقابل ما يتطلب يتطلبه تشخيص مرض الاكتئاب. طبعا لو ما كانش بيقابل الخمس الخمس اعراض دي لو كان اقل من خمسه لكن عنده ثلاثه اربعه لكن لمده طويله في نوع من 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 الاكتئاب بنسميه اللي هو غير غير مخصص او او يعني بيسموه otherwise specified يعني يعني لا يطابق الاكتئاب احادي القطب لكن لسه يعتبر نوع من الاكتئاب ولازم يقدم للعلاج والمعونه طب خليني اسال حضرتك يعني اشكرك عشان التوضيح ده انه لا انه التشخيص مهم وان في دور انه يعني للاهل ان هم ياخدوا المبادره لو لاحظوا اي شيء من الاعراض اللي قلناها وياخدوا الولد عند الطبيب النفسي وعايزه من فضلك مجتمعنا الشرقي شويه فكرة طبيب نفسي يمكن ما يعني بنعالج بطننا توجعنا زورنا يوجع نجري في عندنا اي مشاكل عند الولاد اللوز نجري وما بيدركوش ان الامر النفسي مهم هل حضرتك النهارده ليه كلام للاهل مهم جدا انه الولد يفحص نفسيا لكن لو بتشوف انه في سن المراهقه او في سن صعب ازاي ازاي التعامل معاه واقناعه؟ ده آه ممكن يكون عن طريق الـ 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 الاب والام في البيت آه بعرضه على طبيب الاسره او الطبيب الـ الـ المباشر للطفل م. اولا قبل ما يروح الطبيب النفسي وبعدين في الحوار الخاص ما بين بين طبيب الاسره او طبيب الاطفال مع الطفل او مع المراهق هو ممكن يكتشف من خلال استخدام المقياس الكشف عن اعراض الاكتئاب اللي هو البي 9 دوة او من غير ما يستخدم المقياس لكن بس يسال الاسئله بتاعته ولو اكتشف انه فعلا هو عنده اعراض انه ممكن يقنع الطفل او يقنع المراهق انه هو محتاج يشوف علاج معالج نفسي ويحوله على المعالج نفسي طبعا مهم ان طبيب الاسره او طبيب الاطفال كمان يتاكد ان ما فيش مرض عضوي او جسدي بيؤدي, بيؤدي الى اعراض الاكتئاب yeah. اللي موجوده عند الطفل yeah. حتى انه لو كان لو كان في ها اي من هذه الامراض ان ممكن انها تتعالج وفعلا تكون بعلاجها يبقى ما بيبنى بينهي بدون اعراض الاكتئاب في اوقات كتير بيبقى في مرض عضوي لكن في اكتئاب برضو عشان كده ما زال يحتاج الطفل المراهق الى العلاج النفسي ايضا طيب دكتور اتكلمنا عن موضوع الانتحار ودينا له وقته لكن في الجزء في التشخيص يعني كيف نفحص احتماليه افكار الانتحار لدى الطفل او المراهق لو بصينا على الشاشه في انا بس عايز اشارك انه دي ده, ده, نسخه من البي اتش كيو 9 اللي هو المقياس آآ آآ للكشف او الفحص عن اعراض الاكتئاب بالعربي وبالانجليزي هم تسع اعراض آآ كمان بنرى هنا هو في السلايد دي في كويشنير تاني بنستخدمه للفحص عن أعراض عن احتماليه الانتحار او ايه إذا كان الطفل عنده أو المراهق عنده أفكار عن الإنتحار وهل بيفكر في طرق للإنتحار ولا لأ؟ وطبعاً لو حاجة في بيسأل الطفل باستخدام الكوشنير دوا أو المقياس دوا إذا كان فكر بيفكر في الإنتحار أو فكر في أي وقت في الإنتحار ولا لأ إذا كان حاول إنتحار إذا كان حاول إيذاء نفسه بأي صورة ولا لأ ولو فكر في إنتحار بيفكر يستخدم إيه وهل الوسيلة اللي بيفكر فيها هل هي متاحة لي موجودة في البيت ولا مش موجودة في البيت طبعا وسيلة من الوسائل السهلة للأطفال أو المراهقين اللي ممكن يلجأوا ليها لو في أسلحة او عيرة ناريه موجوده في البيت مم. طبعا كده بننصح الاباء والامهات انه لو الطفل عنده اكتئاب ان هم يشيلوا خالص اي اي من هذه الاسلحه من البيت لكن الحاجه الاقل من كده هو ان هي لازم تكون مقفول عليها وانها غير لودد ما يبقاش الاميونيشن او الذخيره موجوده جواها تكون في مكان تاني لكن بتبقى لوكت وما فيش اكسس للطفل او المراهق آه ليها طبعا آه قد يحتاج الاباء والامهات ان هم كمان لو في سكاكين تلاقي تلاقي out أي آه آه طبعا الطفل اللي هو مصمم ان هو يؤذي نفسه هيدور على حاجه يأذي يا. نفسه بيها آه لكن بقدر الامكان كل ممكن الوالدين يعملون ان هم آه تو آه زي آه بروف الهاوس او يعني يتاكدوا انه ما فيش اي حاجه في الاوبن او سهل الوصول يعني ليها انه ممكن حسرًا. الطفل يستخدمها لايذاء نفسه او ان هو يعني يحاول انتحار بيها طيب دكتور قبل ما اروح لانسب مجالات العلاج عايزه حضرتك برضو يعني تذكرنا ايه هي انواع الاكتئاب لاني مش كل العلاجات تتناسب مع عنده اكتئاب يعني في علاج يت... لكن في انواع للاكتئاب وكل نوع ليه تعامل خاص اتفضل احنا عرضنا يعني باختصار انواع الاكتئاب المختلفه اللي هي في الاكتئاب احادي القطب اللي هو الاكتئاب الحاد اللي هو بيحصل فيه كانوفلاي بيحصل لمده اسبوعين او اكثر لاول مره وبي بي الطفل بيبقى عنده خمسه او اكثر من الاعراض التسعه المعروفه عن اعراض الاكتئاب وده ممكن يكون ده اول اول إبسودة او اول نوبه للاكتئاب عنده وبعدين ممكن يكون بعد ما تخف منها ممكن تتكرر هذه النوبه في حاله دي بيبقى اكتئاب احادي قطب متكرر وطبعا بيكون ليه درجات مختلفه اذا كان درجه بسيطه درجه متوسطه درجه شديده الشده في اللي هو اضطراب الاكتئاب المستمر اللي هو بيسميه الديستاميا <applause> او persistent depressive disorder اللي هو الاكتئاب المستمر المزمن وده بيبقى فيه انخفاض ملحوظ في المزاج مع بعض الاعراض بس ما كانش ما بيبقاش فيها في يعني خمس اعراض واكثر بيبقى اوقات كتير اقل من خمس اعراض لكن بيستمر لمده سنه على الاقل في الاطفال المراهقين في الكبار لازم يبقى في سنتين على الاقل في اغلب الوقت ما فيش هناك اكثر من شهرين من السنه الطفل بي ما عندوش اكتئاب يعني في غالبيه الوقت بيشعر بالاكتئاب في كمان اضطراب عدم انتظام المزاج المزعج اللي هو بيسميه uh, uh, Disruptive mood dysregulation Disorder uh, بالعربي مش الترجمه بتاعته مش واضحه قوي لكن uh, ده بيبقى خاص بس الاطفال ويبتدي بس قبل سن عشر سنين uh, ده مش دياجنوسيس بنعمله في الكبار خالص لكن uh, uh, ممكن يكون uh, ليتر بعد كده هو الطفل بيبقى عنده اكتئاب زي من النوع اللي هو اللي تسميه ثنائي القطب بدرجاته المختلفه او يبقى عنده بس اكتئاب وحادي القطب بعد كده هو بعد ما بيبقى بيوصل مرحله البلوغ اضطراب عدم انتظام المزاج المزعج ده بيبقى الطفل في اغلب الاوقات في حالة توتر وعصبية لا تتناسب مع المؤثرات الخارجية المحيطة به وبمعدل أقل ثلاث مرات نوبات عصبية ونرفزة وارتباك ومش بس بتحصل في البيت بتحصل في البيت وفي المدرسة وفي أماكن أخرى وبتستمر لمدة على الأقل 12 شهر وفي الحالة دي بنشخص هذا التشخيص لهذا الطفل يمكن ده بيقودنا يا دكتور لامر مهم قوي، يا ترى ما هو انسب مجال من العلاج يعني للطفل بالذات للاكتئاب؟ عايز اقول انسب مجال وامن مجال، علاج فعال وامن، اتفضل. آه طبعا ده بيتوقف على شده او حده الاكتئاب وكمان اذا كان في هناك اعراض بتثير الى خطوره سلوك الطفل نتيجه الاكتئاب اللي بيعيش فيه او بيمر بيه فلو كانت الاكتئاب شدته بسيطه بدرجه بسيطه المتوسطه بحسب مقياس البي اتش يو 9 اللي هو بيبقى اقل من 15 السكور بتاعه يبقى بنستخدم العلاج اللي هو الخارجي وده بيبقى في جلسات علاجية أسبوعية بتقدم للطفل بمعالج نفسي وقد يكون هناك جزء منها علاج كمان للأسرة ولعلاقة الطفل مع الوالدين وطبعا أسلوب العلاج النفسي المقدم في هذا العلاج آه بيختلف من معالج نفسي لآخر، آه لكن الأكثر وسيلة علاج نفسي أو أسلوب علاج نفسي آه واضح أن هي فعاليتها هو ما نسميه بالعلاج المعرفي السلوكي اللي هو Cognitive Behavioral Therapy اللي هو بيعلم الطفل إزاي إنه هو يغير طريقة تفكيره وبالتالي تتغير مشاعره وبالتالي تتغير تصرفاته ده 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 بس تلخيص ايه yeah. هو العلاج السلوكي المعرفي mm -hmm. آه لو لو محتاج لو شده الاكتئاب هي آه اكثر من آه وتحتاج علاج اكثر من مره في الاسبوع آه وده بيبقى غالبا لو درجه الاكتئاب كانت ما بين 15 الى 19 قد يحتاج الطفل ان هو الى آه علاج مكثف آه ثلاث جلسات في الاسبوع او اوقات خمس جلسات في الاسبوع آه لمده آه شهر لمده ست اسابيع حتى ان هو يقدر يوصل لدرجه فيها تحكم في هذه الاعراض آه لو الاعراض كانت شدتها اكثر لما يكون السكور اكثر من 20 أو لو كان في أي من ال من ال... من الدرجات الأقل لكن في أفكار متكررة في الإنتحار ومحاولة الإنتحار مع عدم وجود خطة واضحة لأن هو يفضل بصورة آمنة و, و... و... وإنه يحمى من إرتكاب أي إيذاء للنفس يبقى لازم يدخل الطفل في مستشفى للعلاج النفسي حتى إنه تضمن سلامته وحتى انه يحصل على العلاج المكثف والمركز اللي يحتاجه طب دكتور حضرتك بتشوف انه في حاجات فعاله للمراهقين وللاطفال قبل ما ادخل على العلاجات الدوائيه يعني انا عايزه بعد كده حضرتك من فضلك تقول لنا ايه العلاجات الدوائيه وايه تاثيرها آه. إحنا في 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 العلاج احنا اتكلمنا عن العلاج اللي هو المعرفي السلوكي آه وده آه فعال جدا اللي هما آه شدة الاكتئاب عندهم بدرجة متوسطة أو أكثر آه اللي عندهم درجة قليلة من من الاكتئاب يعني mild uh depression آه ممكن ممكن يستفادوا من آه من طريقة آه العلاج اللي بنسميها العلاج النفسي التعليمي اللي هو psycho educational therapy وده بيعلم الطفل عن اعراض الاكتئاب عن الاشياء اللي بتخليه متضايق او تسبب له اكتئاب بتعلمه ازاي يكتسب بعض المهارات اللي يستخدمها للتعامل مع الامور اللي بتسبب له ضيق وبتسبب له حزن وده ممكن يكون كافي للطفل ان هو يستخدمه كمان قد يكون هناك لايك like هناك سايكو او يعني تدريب للوالدين ازاي يتعاملوا مع طفلهم حتى انه ده يساعده ان هو يحس انه عنده سند بالعون وانه يلجا لهم ويتكلم معاهم ويتواصل معاهم ويساعدوه ان هو ازاي يستخدم المهارات الجديده اللي بيتعلمها. في كمان العلاج النفسي اللي هو بيسميه سايكو سايكوثيرابي ده بيستخدم برضو وفي كمان العلاج اللي هو الانتربيرسونال بيرسونال سايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي بين الاشخاص وده بيستهدف علاقات الطفل او المراهق مع اللي حواليه وازاي تغيير ازاي بيتعامل معاهم وازاي بيتعاملوا معاه ده ياثر على حالته هو وازاي يقدر كمان يتغلب على حاله الاكتئاب اللي بيمر فيها. طيب العلاجات الدوائيه يا دكتور وعايزة اشوف مدى فعاليتها، اتفضل. في الحالات الاكتئاب المتوسطه والشديد والشد وال 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 والعاليه الشده آه مع العلاج النفسي بـ بـ بننصح ان هو يكون في علاج دوائي واكثر العلاجات اللي هي ثبت فعاليتها هي آه الادويه اللي هي آه بنسميها ايز اللي هي بتمنع ارتجاع مادة السيروتونين للخلايا اللي أفرزت منها وبالتالي تزيد نسبة السيروتونين في الجهاز العصبي وده بيساعد على تحسين مزاج الطفل وتقليل شدة الاكتئاب وارجاع درجه النشاط والقدرة على التركيز للطفل من جديد لكن الادويه دي بتاخد وقت بتاخد ما بين اسبوعين لستة اسابيع او ممكن تاخد لحد ثمان اسابيع لحد ما على الجرعه المناسبه للطفل او المراهق حتى انها تساعده وتعالج الاكتئاب بتاعه وتنزل شده وحده الاكتئاب حتى انه يقدر يستعيد نشاطه ومواصلته لامور الحياه بتاعته. طيب دكتور برضو سؤال سريع كده يعني لو في اعراض جانبيه ازاي نتداركها؟ اعراض جانبيه للادويه. طبعا في بعض الاعراض يعني اغلب ادويه الاكتئاب في بنسميه بلاك بوكس وارنينج او يعني صندوق اسود تحذيري في الروشته بتاعه الدواء yeah. آه بتحذر على انه آه انه في, في الاطفال آه واليونج ادلتس لحد سن 24 انه مع استخدام ادويه الاكتئاب قد يكون هناك آه زياده في نسبه آه التفكير في الانتحار او ايذاء النفس آه بنسبه في 2 ل 4% من الاطفال والمراهقين او اليونج <applause> ادلتس لكن هذا لا يعني ان لا نستخدم الادويه لانه عدم استخدام الادويه ب بتاعته او خطورته ان هو بيبقى فيه عدم تحسن في الاكتئاب وبالتالي زياده قابليه التفكير في الانتحار ومحاوله الانتحار ايضا هناك بعض الاعراض الاخرى البسيطه اللي هي بتبقى وقتيه زي زي ارتباك في المعده صداع تنوم احيانا زياده وزن فإذا حصلت اي حاجه من الحاجات دي بننصح انه هو يستمر على الدواء لانه كثير من الاعراض دي بتقف بعد ايام بسيطه طب خلينا نقول يا دكتور هل في علاجات بديله او طبيعيه خلينا نقول آه العلاجات الـ 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 الطبيعيه اللي في بعض اللي هي بنسميها المواد التكميليه او المستخلصات التكميليه او الغذائيه <applause> اللي استخدمت في علاج الاكتئاب منها سان جون وورت منها سامي منها سافران وهيدروكسي تريبتوفان وداي هيدرو كل دي في بعض الحالات بتكون مفيدة لكن مفيش فيش أبحاث تقارنها بالدواء الوهمي وتثبت أن هي فعلا أفضل من الدواء الوهمي زي الأدوية الأخرى اللي هي مصدق عليها او موافق عليها من الهيئه الفدراليه لتنظيم الادويه في امريكا. فبالتالي ما اقدرش انصح باستخدامها بالظبط ولو يا. استخدمت بس بالحالات اللي هي بينت فوائدها بين فوائدها في الاوقات او في حالات اللي هي بسيطه الاكتئاب او في شده الاكتئاب لكن مش في الحالات المتوسطه او الشديده الاكتئاب. اشكرك عشان بتنبه لكده او تقول انه لا في اهميه اولا ان احنا ناخد عايزه اقول الالتزام بالادويه حتى نحصل على نتيجه سريعه ومش بس كده وسرعه التجاوب مع الادويه انا عارفه انه في حد بعت لي سؤال كده ويعني كان حاسس ان طيب ماذا لو ما فيش استجابه للادويه دكتور؟ طبعا في الحالات المستعصية نسميها المستعصية اللي هي م -م. لا تستجيب لل لل للأدوية وطبعا المستعصية لازم يكون في ترايل أوف أتليست دوايين أو أكثر uh, بمدة كافية وعلى جرعة كافية uh, uh, أنه ممكن استخدام uh, علاج بنسميه اللي هو الـ, uh, TMS أو Transmagnetic Stimulation of the Brain في الحالات اللي هي مش فيري سيفير او متوسطه الشده للاعلى شويه لكن مش اللي فيري سيفير قد قد يستجاب لهذا العلاج وهو بيقدم عباره عن توجيه موجات مغناطيسيه لمنطقه محدده في المخ حتى بالذات اللي هي المنطقه اللي هي فيها الايموشنز التحكم في الايموشنز في المخ وي لازم بتقدم جلسات بتبقى يوميه لمده نص ساعه لمده على الاقل 30 جلسه بتقدم بس طبعا مش في الويك اند بس في الويك دايز وليه أنه في استجابه لهذه عن 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 عند عن بعض هذه الحالات اللي هي مستعصيه حالات اللي مستعصيه خالص او شديده يعني اللي هي اللي هي لا تستجيب خالص قد يلزم استخدام العلاج بالصدمات الكهربائيه اللي هو الكتريك كونفالسيف ثيرابي فيها خليني دكتور يعني اسيب مع المشاهد امر مهم دور روح الانسان وكلمه الله في مواجهه الاكتئاب اتفضل الحقيقه انه لان الانسان هو روح ونفس وجسد آه لازم ندرك ان هو روح الانسان ليها دور في آه طريقه تعامل نفسه مع الامور اللي بتحدث حواليها وكمان تعامل آه جسده مع اللي بيحدث حواليه آه عشان كده مهمه قوي انه آه آه ان احنا آه كاباء ومهات نحرص انه انه ابنائنا آه يكون عندهم علاقه مع الله آه لانه آه لما دخلت الخطيه في العالم أو في الإنسان هي فصلت الإنسان عن الله والنتيجة أنه هو حرم الإنسان من إمكانية الحصول على قدرة غير عادية وعلاقة غير عادية تسنده وتشجعه وتعينه في التعامل مع كل الصعوبات اللي بيمر بها في الحياة آه المفروض ان هو الروح والنفس والجسد في حاله تكامل وان هو آه الروح آه إن, ان النفس هي الـ الـ الوسيط ما بين الروح والجسد لكن النفس بتاثر على الجسد والنفس بتاثر على الروح آه ولو في علاقه صحيحه ما بين النفس والروح آه بسهوله الجسد هي 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 هيكون آه يتظبط ويكون في 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 صوره قادره على مواصله الحياه بطريقه سويه. لما بيكون في انفصال الروح عن النفس النفس هي اللي بتاخذ القرارات بدون اي ادراك روحي لما يحدث حولها غير ما تريد يريده الجسد وما تشعر النفس به انها تحتاج لي وتفقد معنى وجودها وتفقد من يعطيها الاحساس بقيمتها بسبب انفصالها عن الله عشان كده مهم قوي انه علاقه العلاقه حيه مع الله من خلال قبول عمل المسيح على الصليب واسترجاع العلاقه معه والمصالحه مع الله بالتوبه عن خطايانا وطلب دخول روح الله من جديد في حياتنا حتى انه يحيي ارواحنا وبالتالي يعيد التوازن ما بين روحنا ونفسنا وجسدنا. هذا لا يعني ان هو مع قبول روح الله والولاده من جديد هو ان الانسان لن يتعرض للاكتئاب، لا ممكن يستل انه يتعرض للاكتئاب لكن هيبقى عنده القدره على ان هو يلجا لمصدر الحياه يلجا لمن هو قادر ان يظبط اللي بيحصل هذا لا يعني ان لا نستخدم العلاج الطبي لكن لنا الله اتاح ها. هذا العلاج لنا لكن كمان اثبتت الابحاث ان هو اللي بيصلوا وليهم علاقه في مع الله او بيحضروا كنايس هم اقل عرضه للاكتئاب وقادرين اكثر على مواصله الحياه وتحدياتها بسلام امين يا دكتور انا عارفه ان حضرتك يعني ما عندكش اي مانع انه اي حد عنده تساؤل انه يتواصل مع حضرتك عن طريق الموقع اللي حضرتك هتوريه لنا ترد على تساؤلاتهم وتساعدهم انا عارفه ان حضرتك مفتوح جدا لامر زي ده فمن فضلك قول ازاي ممكن او نحط على الشاشه ازاي الناس ممكن تتواصل مع حضرتك امين زي ما نشوف على الشاشه ممكن ترسلوني على الايميل ده pez.psych1 gmail.com uh, وكمان لو تحبوا تستعرضوا الموضوع ده وموضوعات أخرى uh, على اليوتيوب شانل اللي هي اسمها نو no and Grow with Dr. K. Uh, أهلا بيكم شكرا جدا ليك أنا عارفة أن في موضوعات عديدة لكل احبائنا المشاهدين متاحه ان هم يدخلوا على الموقع ويقدروا يكونوا يشوفوا ويستفيدوا وامين في اسم الرب يسوع تكون خطوات افضل في حياتهم في الايام الجايه من كل قلبي بشكر حضرتك على وقتك ومحبتك وكم التعليم الرائع الروحي والطبي والنفسي اللي سردته قدامنا ربي يستخدمك في كل مكان توجد فيه احبائي بهذه الكلمات بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل